صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذهبت إلى المسجد اليوم لأداء صلاة الاستسقاء وتأخر الإمام، وكان المسجد فيه ما يقارب 10 رجال، وطلبوا مني الصلاة والخطبة حيث لم أكن مستعدا لها، وكان هذا أمرا مفاجئا لي، فقمت بالصلاة وقرأت في الخطبة سورة قاف، فهل عملي صحيح؟ أولا، المسجد هذا هل مأذون فيه أن تقام فيه صلاة الاستسقاء؟ إذا كان مأذونا فيه فلا أظن أنه ما يجيه إلا 10 رجال، سيأتيه الناس. وأما أنت فأحسنت، قمت بما تستطيع وأحسنت، جزاك الله خيرا. لكن لو أضفت إلى هذا دعاء، دعوت الله بالغيث والسقيا للمسلمين، هذا لا يكلفك شيئا، وهذا هو المطلوب من صلاة الاستسقاء. نعم.